وشعارنا هو ادخل سخن، وادخل سخن، خول اخويا للدواء. وسرقوا ديال البطاطا قد جامين دي. ويلي ويلي با ويلي با ويلي با، خلصنا الدو بكري. وشم نقط هذا؟ الكاميرا مشعولة. شتيه؟ عاد ما شنو كيسارح فيها؟ شي مراد؟ هاد النقيط، هاد النقيط شنو كيدل هذا؟ هاد النقيط كيدل عليه المبارد. سمعتي يا ابو بريس؟ مربوط هذاك لا هذاك هذا المهم شي مشاهدين قال لك يدل على المبارد، وهي بصح هذا النقيط ديال المبارد، وهذا اللي كيسرح فيه بحال 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 البرغول. المهم دخلنا يسخن هذا اول حوت هذا عام ببطاطا. انت شوف هذا البحر كيدير، البحر مزيان مالو، راه خاص الحوت يكون، خاص الحوت يكون اخويا، ما هو مال البحر راه لما الزينات. ادخل سخونة هذه بطاطا. ممكن ندير لها الفيلم ماجيك لا والو، كنقول لي ادخل سخونة وكف مازال. هذا 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 ادخل من الحفلة هذا ودي هذا دخلت سخني تما. بسم الله، السلام عليكم اخوتنا الرياض، كي دايرين لاباس عليكم؟ بعد ما صيدنا مع العشاوي بالبطاطا، راه ما بقى البطاطا ما دايرهش، كيضرب ولكن ما كيحصلش. حنا دابا رجعنا لبوجنيبه، اللهم بوجنيبه ولا بطاطا. انا نشوفوها دابا، دابا بوجني باه يمكن واكلها على بطاطا، بطاطا ما باغيهاش كاع. ايوا نطلبوا الله التيسير والسلامة والبركة. جلا وجلا وجلا خنيفيت عويلة مالي لقها يا شتا تقول رجع عليها بالزمن. ها زيد 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 عد باباك، زيد عد عمك، زيد عد عمك، زيد زيد بوت عمك، زيد راه يكذب عليك الكذاب اخويا، راه ما كاين ما احسن من بوجنيبه. صيدنا تاع عنب ببطاطا شدينا واحد كدا هذا في نص كيلو. ويلي ويلي الريح، المصطلحات ديال بكري. ويلي الريح هذا. ويلي الريح هذا. البلاصه مهما كانت ريدما دابا راه نكسات شويه، نطلبوا من الله يكون فيها حوتات، فما خليناش نمشيو ليه البحر، غنساعد ما تنمشي البلاصه، راه الخطوطه فيها زوينين
ولكن للاسف ملي نكسر الرمل ولا فيها ولا بحال الظلي. حنا غنشوفو نتحارو نمشو بشويه بشويه تنغسلو. ها حنا مشينا دابا هاد البلايص كانت ريادنا راه يقدروا يكونوا فيها حوتات كانت فيها الرمله وهزه. نتمنوهم الله يكونوا حوتات. مشينا نقولو نطلبو الله هاد الرمله ملي كتكون كتهز كتبقى ريحة البلاصة ديالها فيها الريحة كيموت البطاطا يموت بوزروك ولا فيها ريحة خنز كيجي لها حوت. نتمنوهم الله يجيب الله شي يزخنون هنا. الماء بارد يجي طعمو ما كاين وياه دابا راه جالو من وين. سير 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 وقعك عافاك سير عافاك سير 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 زر 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 وانا نزور تنلقطك. كي قلت لكم البلاصه اللي كيكون فيها الرمل كيهز منا البحر الرمل راه كيكونوا فيها حوتات. واحد الشرغو كحل مسكينك ها هو فين ها هو ها هو شتيه ها هو راه كتوش عيبه من القزايبه شتيه. اللهم بارك تبارك الله عرفتي هاد الماركه طويله شتيه. اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك. هو فينا مسكين ها. تحية للناس ديال اسبانيا ريال مدريد وترى مدريد لا ريال. دابا كاين شي واحد مساكن كيقول لك اودي دير لنا التحية وشتي ما قيدتهمش في ورقة راه كنسى كنسى السمية ما بقى عاقل يمينا بلاصة. تحية للأصدقاء من تازة. هما هو كيسلم عليك انت هو الشريغوزه وطورينو المانيا ايطاليا. هو كيسلم عليكم الناس ديال ايطاليا هو والناس ديال اسبانيا ديال مدريد وبرشلونه وفيريز مالاغا و... اي سرتي تعرفتي محطوطه و... يلا بارك عليك بارك عليك. جبدوا اللقاط جبدوا لي اللقاط. تبدا محطوطة ها نسيتي بوس مشاهد بوس بوس مشاهدين بوس ولفناكم هادشي يا خويا ويلي ويلي. كي هضرنا كنا كنهضرو قبيله كنا نفسرو على كنفسرو كيفاش المصيد اللي كاين رادم وهز رمل. دابا المصيد اللي كاين رادم وهز رمل ولكن هذا شكون دابا خاص الانسان يكون كيجي كل سيمانه باش يكون عارف هاد العوامل هادو. ملي كيجي كل سيمانه كيعرف بلاصه اللي كانت رادمه واللي مكسر. المهم هاد المعلومه هادي خاصها تكون عارفينها. شوفوا الاصدقاء الريس المبتدئين ولا القدام ولا المهم المعلومه اللي قلت لكم دابا البلاصه اللي كانت رياض موزه رمله راه كيخنز فيها الربيع يخنز فيها بوزروك
كتولي فيها الريح، هذاك البطاطا تاهي كتردم وتخنز ملي كيهز الرملة كيولي داير فيها الحوت. احنا دابا على سبيل المثال وريناكم الطريقة، احنا دلينا الصنارة ولا رميناها وبعدين راكم شتوه تجا والله التيسير سرقوا فيه كيلو مباشرة. نعاودوها عاوتاني نعاودوها كيقولوا الدراري الصغار. شوفوا هذه مخا فيها الكورينتي غادي هكا نشوفوا هذا شي واحد يعرضها. سيرش 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 واحد الرئيس سولني وقال لك بوجنيمة، يمكن انا فهمت السؤال ديالو بانه قال لك بوجنيمة عندنا قليلة، هذا هو السؤال اللي فهمت، لكن ما عرفتوش هو فين هنا بلاصة كيتواجد فيها، ولكن بوجنيمة كتكون في البلايص اللي يكون فيهم مرقيب أكثرية، البلايص اللي كيخوى فيهم البحر وتشمش البحر. ولكن غالبا تشد بالليل، بالنهار ما تشدش. هي كتخاف بزاف كتدخل الصخار والغيران وبالليل راه كتخرج. لا درتي لها خويا البيل ولا هذاك وهو باتي لها بالليل راه تشدها. راه ما يمكنش شي بلاصه ما فيهاش بوجنيبة. وسير 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 تتفش فيهم باش تهز. طفي الكاميرا ديال شويه تتقوس راه غادي يخوالك من الضوء. واو 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 جرينا شحال غير جبناه. هلا كول سير 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 عفا ولدي عفاه سير عفا ولدي عفاه. زيد 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 سخونية زيد زيد سخونية زيد زي من زيناتك ميدي غادي بخيط هات اي هاي هاي تفتي مع دم ويليو تفتي محطوطة عارف شعب يدير لك سلكو. زوين اوي اوي كم هذا جيد كم هذا رائع هذا محطوطة ما عرفش شايف يدير لك سلكو تدوي ما عرفش شايف كاينو. قلت يا همزة اليوم غنخرج نتعشى ونخرجو ما عرفش شايف غير لقطكو يا لبوز مجيد بوز بوس مجاهد يقول لي تحية ليك سي هشام من مدريد. ها هو كيبلغ لي التحية الرئيس ديالنا من ميلانو ايطاليا ها هو كيبلغ لك التحية هو اللي بغى شي تحية يكتب الكومونتير وانا معاكم تحياتي ديما شعيبة حاضر لن يستسلم ابدا. تحية للشعب الجزائر شعب جزائري كامل تحية ليه.
كي نبلغ لكم شعيبة التحية، حنا خوت بلا حوت. كيما انا عزيز عليكم تدمو عزاز. وات في الكاميرا الدورة مشاش عيبة. ها هو لا ولا لا عيبة، راه غير لقطك غير لك ولا غير لك غادي لقطك نسخنك. الله ما تخاف بالله، غادي ندفع وصيك غادي ندفي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله وتبارك الله، إنه جيد جدا. تبارك الله كم هذا رائع. تبارك الله، انظر انظر أيها المشاهد كم هذا رائع. تبارك الله خيرات، تبارك الله. ها هو ها هو المشاهدين، ها هو كيبلغ لكم التحية وكيهدي لكم كلكم، كيهدي جميع المتتبعين. هذا هو كيبوسكم ويدير لكم التحية من عند شعيبة. سيه تبارك الله، هذا هو الشرغو، هو هذا هو الشرغو ديال شعيبة. فضل دعواتكم اخوتي المشاهدين، كيتمكن شعيبة من اصطياد هذه السمكة الكبيرة. تحية ليكم. ها هو مسكينة كيبوس فيكم، ها إنه جيد كم هذا رائع. عمرتي كاميرا مو بغيت عمرها مس. هذا غيبوسكم كلكم أيها المشاهدين، هذه الحاصلة كم هذه جميلة، كم هذه رائعة. بوس 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 شتي. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بوس بوس بوسني بوسني وسقيع بوسني. السبتة محطوطة ما عادش عيب يدير لك سلكو. يلا دخل الخمسة، دخل الدفا. السلام عليكم الرياس، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان، صحيحتكم بخير. نتمنى لكم التيسير والبركة والجزرية. تحية لجميع المتتبعين ديال شعيبة فيما كانوا داخل الوطن أو خارج الوطن، الدول العربية، لا مصر لا الجزائر لا تونس لا ليبيا، لا الدول الشقيقة كاملة اللي كتهضر باللغة العربية أو لا، المهم أي دولة مسلمة تحية ليهم. اليوم راه صيدنا في هذوك البلاصة مني كان الماء جاي، راه الحاصلة لا بأس بها، أنا غنوريها لكم. وديما الطعم راه الطعم ديما بوجنيبة. تبارك الله، راه شي صرا غادر من هنا مزيانين، اللهم بارك وزيد في ذلك. هما فينا هما، تبارك الله خيرات. هادو راه وليداتهم، هما فينا هما. بالنسبة لهاد الشرغو هذا راه كان واحل وساعة ساهل فيه الله خرج، هذا راه طلع ساهل دغيا خرج. وهذا راه عارف اقرافه، هذا اللي هذا جبدني شويه ولكن ما عليش، طلع من الغار وسهل. في الاول كان واعر ولكن دابا طلع من الغار وسهل. تبارك الله الخيرات هذه، اللهم بارك وزيد في ذلك. هما خيرات هذه، تبارك الله. حال هذا الخير هذا توحشناه، شحال ما بقينا شناه، ولكن دابا شهر 10 كي قلت لكم راه 20 والفوق، راه كيبدا يدخل الحوت الغليظ وكتبدل المنزله والماليه. صار بحال كيتبدل، كيولوا المواج رقاق بعاد، كيبقاش يطوي حداك وتا الما كيسخن ما كيبقاش بارد. وهاد الهزان اللي كيطلع ويرجع يطيح هو مزيان، كيخلي يحرك الرمال وهذاك كيصيب الحوت مي ياكل. وبالنسبه للطعم ديال العكريش، راه ديما كتبغي البلايص اللي كيهزوا في الرمل. كي قلت لكم من قبل، الطعم ديال العكريش ديما كيبغي البلاصه تكون هز من الرمل، يعني كتكون الريحه خانزه في المصيد، يعني بزروق ميات بطاطا الربيع، هو كيشم ديك الريحه وكيجي يتسابق لهداك الشيء. ومادام طعمتك تما راه ضروري غيهزها.
اتمنى التيسير لجميع الرياس وتحيه لكم وشكرا لكم بزاف على التتبع والدعم والله الا خطيكم علينا. وهذا الشيء اللي نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف. كشتوا الحصيله ديال هاد الساعتين اللي خدمنا هنا راه كانت لا باس بها جدا. شرغون طعبز كيقولوا هذا هو شرغون طعبز ديال 2 كيلو وهاد القرافح الله يجعل البركه. انا ديما مقنع راسي راه تقول غير 2 كيلو الله يجعل شي بركه. تحيه للجميع شكرا لكم على التتبع والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله. سلامة. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وشعارنا هو ادخل سخن ادخل سخن خويا الدواء.